بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن وابصة يعني ابن معبد الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتون، فجعلت أتخطاهم، فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال: دعوا وابصة، أدنو يا وابصة مرتين أو ثلاثا. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة، أخبرك أو تسألني؟ قال: قلت: لا، بل أخبرني. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وقال: لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذناب من السباع. وعن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا في كتاب البر والصلة. ذكر بابا ما جاء في تعريف البر والإثم، يعني ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها ما هو البر وما هو الإثم. وفيها حديث ساقه الإمام أحمد عن وابصة بن معبد الأسدي بإسناد ضعيف، ولكن ذكر الهيثمي أنه رواه الطبراني بإسنادين أحد رجالهما ثقات. والحديث ذكره الإمام البخاري في تاريخه، أو ذكر بعضه، أو قوله صلى الله عليه وسلم: استفتي نفسك، وهذا حسنه الألباني. الحديث فيه أن وابصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتيته وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. يعني وابصة جاء عايز يسأل عن كل حاجة تكون برا، وعن كل شيء يكون إثم، لا يدع شيئا من بر ولا إثم إلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر حتى يأتيه ويفعله، عن الإثم حتى يجتنبه ولا يأتيه. فقال أنه لما جاء جعل يتخطى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله عصابة من المسلمين مجموعة يسألونه ويستفتونه، فوابصة تخطى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله. فالناس قالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاسب ابعد استنى شوية على ما الناس حوله ينتهون. فوابصة قال للناس: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو إليه، يعني أن من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي المجاملة لمن هم موجودون، ولم يراعي أنه في من سبقه، في من هو قبل منه. فلما قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوا، قال لهم دعوا، يعني وابصة. وهنا أظهر الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كرامة من كراماته سبحانه وتبارك وتعالى، ومعجزة من معجزاته سبحانه وتبارك وتعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم.
وبيصحى جاي ومحدش عارف جاي ليه. هو بيقول أنا جاي في نفسي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وعن الإثم، عن كل حاجة في البر وعن كل حاجة في الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: دعوا وابصة، أدنوا يا وابصة، أدنوا يا وابصة، أدنوا يا وابصة. فدعا يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى قعدت بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرك أو تسألني؟ يعني أنت جاي، أنت ما قلتش حاجة، هو أقول لك أنت جاي ليه ولا تحب أنت تسأل؟ فقال: بل أخبرني، بل أخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، جئت تسألني عن البر والإثم، الجاي اللي في نفسك جاي تسأل عن ذلك. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أخفاه وابصه في نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه: جئت تسألني عن البر والإثم. فقال وابصه: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه أو أخبره بما في نفسه، والرجل وافق وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم. فجعل ينكت، أو قال: فجمع أنامله، فجعل ينكت بهن في صدري، يعني جمع صابع صلى الله عليه وسلم أطراف أصابعه وجعل ينكت، يعني أنه يضعهن في صدره بخبطة خفيفة، يخبط في صدره ويقول لوابصة: يا وابصة استفت قلبك. فيبقى هنا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أشار لوابصة إلى قلبه، يعني بجمع أصابع عليه الصلاة والسلام أشار إلى قلبه في صدره، خبط له على صدره على قلبه وقال له: استفت قلبك، استفت قلبك. قال: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا المعنى من كلامه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تشكك في الشيء فليستفتي قلبه. قد يأتي الإنسان إلى المفتي ويسأله سؤالا في مسألة، وبعدين يبتدي يحطها للمفتي بحيث أن الجواب حيكون جوابا واحدا، المفتي يقول له افعل كذا، وهو في نفسه يعلم أنه كاذب فيما يقول. كم من الناس يكذب في سؤاله، يجي يسأل المفتي يقول له: أنا طلقت مراتي 3 طلقات، بس أنا كان عقلي غايب، ما كنتش واخد بالي، ما كنت. فالمفتي يفتيه على ما يقول، ما دخلش في قلبه. ولكن كل إنسان يعلم في نفسه أنه الذي يقول صدق أم كذب. هذا الذي أخذ به الفتوى، الفتوى لن تغير من حقيقة الأمر شيئا. فإذا أفتاه أن لا، زوجتك لم تطلق لأنك كان عقلك غائبا، لأنك كنت في غضب كالمجنون لا تدري ما تقول، وهو يدري أنه كان يدري، يبقى هنا السؤال كان فيه كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما تضحكش على نفسك، أنت عارف في نفسك أنك تكذب في هذا الشيء، استفتي قلبك. في هذه الحالة ما تحاولش تأخذ من إنسان جوابا وتقول خلاص ما هو جاوبني المفتي في ذلك، زي ما كثير من الناس يقول لك: حطها في راس عالم وبتسالم، هو يتحمل. لا لا لا، ما حدش يتحمل عن حد شيء، أنت الذي تتحمل الذي قلت. يبقى سؤالك الذي سألته بطريقة معينة أخذت عليه جوابا معينا، هذا الجواب لن يغير من الحقيقة شيئا. كذلك في المقاضاة، إن إنسان يقاضي إنسانا آخر، نروح للقاضي نرفع عليك قضية نعمل كذا، وتحكم له المحكمة بهذا الشيء، وهو داء بأدلة وبراهين كاذبة فيما يقول، القاضي يحكم بالظاهر الذي أمامه، وحكم القاضي لم يغير من حقيقة الأمر شيئا. الذي أخذته هذا مال غصب ولا يحل لك، وإن قال القاضي أنه حلال لك، وإن أفتاك المفتي أنه حلال لك، لأنك تعلم في الحقيقة أن الشهود شهود زور، وأن الأدلة التي بيدك أدلة مزورة وليست حقيقية. يبقى هنا لا تضحك على نفسك وتقول القاضي حكم لي، المحكمة حكمت لي، المفتي قال لي، يقول لك لا لا لا، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. يبقى هنا أنت في نفسك تعرف حقيقة الأمر، ولكن دلست على غيرك فأخذت الجواب، والله يسألك عن فعلك وعما في قلبك، والله يطلع على ذلك. يبقى هنا المعنى: استفتي قلبك، إذا حاك في نفسك شيء من أمر وجدت نفسك دلست فيه وأخذت فتوى توافق هوى نفسك، يقول لك لا تعمل بهذه الفتوى لأنها وافقت هواك وأنت كذبت على نفسك فيها، واستفتي قلبك.
وليس معنى الحديث أن الإنسان الجاهل يستفتي نفسه وإن أفتاه الناس، لا لا، ما قصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم بعض الجهل من ذلك إن الإنسان لما يعوز يسأل عن حاجة وبعدين أسأل نفسك صلى صلاة الظهر مش عارف صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات فيستفتي قلبه 3 ولا 4 لا 4 خلاص خلص. هنا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا تسأل أهل العلم في ذلك وتبني على اليقين في المسألة. شكيت 3 ولا 4 تبقى تعتبرهم 3 وتجيب الرابعة حتى تخرج من الصلاة بيقين وتسلب للسهو، ولا تستحي من الناس في ذلك ولا تضحك على نفسك فيه، ويلزمك أن تسأل، ويجب على من يجهل أن يسأل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم، فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيره. هو بالضبط اللي انت قلته، جئت أسأل عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر من شرح له صدرك. البر يعني أفعال البر، أفعال الطاعة. البر كلمة تجمع كل وجوه الخير، كل وجوه الخير. فكأنه دا يسأل عن الخير، كل الخير، كل الأفعال التي ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى أعمل إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر هو هذا الشيء، الشيء الذي تفعله وينشرح صدرك لهذا الأمر. يأتي الإنسان فيتصدق بصدقة ويفرح بهذا الشيء في نفسه ويرجو الأجر من الله والثواب من الله، انشرح صدره بذلك، هذا من البر. إنسان يجد الناس أمامه يقوم يوري للناس أنه رجل جواد ويطلع فلوس قدام الناس ويعطيها للمسكين، هو يدفعها وإن كان في الظاهر فرحان بأن الناس اطلعوا على ذلك، لكن هو في نفسه يعلم أنه مرائي بهذا الفعل الذي فعله. ففعل البر له انشراح في الصدر، له نور في قلب الإنسان. ما يأتيه الإنسان من بر، من قول يقوله من خير، هو أدرى الكلمة التي يقولها في مرضات الله ولا في غضب الله، أراد بها الإخلاص لله عز وجل ولا أراد بها الإرضاء للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن البر ينشرح له صدر الإنسان، والإثم يحيك في الصدر. قال: والإثم ما حاك في الصدر، أي تردد وحدث شك وحدث شيء في نفس الإنسان يبقى متضايق، إن عملت هذا العمل ليه؟ أنا ما ابتغيتش بها وجه الله، أنا عملت هذا الشيء للخطأ، أنا سألت هذا السؤال وأنا ما أريدش أن أنا علشان أتعلم، لأن عشان أتعالم على الإنسان أنا فعلتها. يبقى هنا الإنسان في نفسه حرج من هذا الذي قاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: استفتي قلبك، وقلبك أعلم بحقيقة نفسك، أنك تريد بذلك الخير أم تريد بذلك غير وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. في زيادة لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم له: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يشوفوا البر، فعل البر، فعل الخير، تجد لفعل الخير راحة في النفس، تنضمير مستريح، قلب مطمئن، ينام هو فرحان أنه عمل النهاردة خير وابتغى به وجه الله عز وجل، ما طلبش به الدنيا. فهنا في طمأنينة في القلب لفعل الخير. عدم الخير، الفعل الذي يفعله وهو يطرد فعل خير ولا في شر، يجد في نفسه شيء تتردد النفس، انت ما عملتش هذا الشيء تبتغي به السبب. لما امرت بالمعروف ونهيت عن منكر، لا لا، ما كانش قصدك ذلك، كان قصدك تضرب هذا الانسان وتحرجه وتضايق هذا الانسان، فيقوم نفس الانسان ادرى بالذي فعله هل هو من الخير ولا هو من الشر، فيقول لك: استفتي قلبك في هذا الشيء. حينبني عليها إيه؟ استفتي قلبك. إذا وجدت في نفسك الحرج صلح اللي أنت عملته، إذا أخطأت في شيء صلح هذا الشيء، إذا أسأت للإنسان تحلل من هذا الإنسان، طالما أنه حاك في نفسك شيء من هذا الذي فعلته أنه ليس لوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال له: ولا تقرب لحم الحمار الأهلي، يعني أنه كانوا يأكلون لحوم الحمير وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حرام، ليس لك أن تأكل لحم الحمار الأهلي. وهنا القيد بالأهلي أنه فيه احتراز عن الحمار الوحشي، حمار الصحراء، حمار الغابة، أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه طعامه من الحشائش وطعامه من الحلال. الحمار الأهلي طعامه يدل ما يدله، وجد من عشب، وجد من عذرة، وجد من غيره من أشياء طيبة وأشياء خبيثة يأكلها، فحرم الله عز وجل لحمه حتى وإن كان يعلف بالطعام المباح والحشائش، فحرمه
حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما حمار الوحش وبقر الوحش فهذا كله مباح يجوز أكله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذا ناب من السباع. كل سبع يعدو بنابه، يعني كل حيوان عادي يفترس يأكل اللحوم ويجرح بنابه لا يجوز لك أن تأكله، زي الذئب زي الأسد زي النمر زي الفهد وغيره من الحيوان التي تأكل اللحوم. حديث ثالث للنواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. البر حسن الخلق، يبقى هنا أفعال البر رأسها حسن الخلق. إذا تحسن خلق الإنسان فإذا به يعرف للناس حقوقهم، فإذا عرف حقوق الناس عرف حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، شكر الناس فشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي متعود حد يعمل له جميل ما يشكروش، متعود على ذلك، في النهاية لا يشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فدله على إن حسن الخلق، حسن خلقك، إذا حسن خلق الإنسان صار من أفضل الناس وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة في الجنة. فهنا لنا البر رأسه وأسه حسن الخلق، إذا تحسن خلق الإنسان دله الله عز وجل على الخير. حسن الخلق له من الله عز وجل جزاء في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن يدلك على الخير، أن يدلك على الخير، يبقى الإنسان الطيب الخلق يدله الله عز وجل ويهديه الله سبحانه إلى الخير، هذا في الدنيا، فإذا به يفعل البر كله. وفي الآخرة يهديه الله عز وجل لطريق الجنة، بل إلى أعلى الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك ذكر أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفس الإنسان، يعني ما رابه، ما كان في نفسه شك من هذا الشيء، وكرهت أن يطلع عليك الناس. تعريف آخر له، إن أحيانا الإنسان يفعل الشيء لوحده وهو وحده، وبعدين يبقى عايز محدش يشوفه ومحدش يعرف الذي فعله. يقول: هذا الشيء الذي تفعله قد يضحك الإنسان على نفسه ويخدع نفسه ويقول فيها إيه، ما فيهاش حاجة، فيقوم يقول لك: طب هل ممكن تفعل هذا الشيء قدام الناس؟ يقوم الإنسان يقول: لا، أتكسف أفعله. يقول لك: هذا من الإثم وليس من البر. فأفعال الخير استفتي قلبك، هل هذا الفعل من الخير ولا ليس من غيره، فتعرف في نفسك الشر أنه يحيك في نفسك شيء وتستحي أن تذكره للناس. البر والخير لا تستحي من ذكره، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.